نتكلم عنه انه مسألة يعني عدد مرات القيام بالعلاقة الجنسية دي ملهاش دعوة بحاجة، يعني ممكن قوي تبقى قليلة ممكن تبقى كتيرة، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة كمان انه الزوج يطلب مراته كل شهرين 3 مرة، وعلى الزوجة ان هي تجيب باحتياجات زوجها فقط بصرف النظر او بغض النظر عما تراه هي ضروري في المسألة. ومش مفروض ان هي تشتكي، بل بالعكس المفروض ان هي تقبل هذا الريت او هذا المعدل بتاع القيام بالعلاقة ايا كان، لان ده زوجها وهي بتشكل نفسها عليه. وده على فكرة اعتقاد موجود في اكبر الطبقات الاجتماعية حتى تعليما، يعني الكلام ده مش صحيح. وربنا سبحانه وتعالى حسم الموضوع بان هو سورة البقرة الآية 223 قال فأتوا حرثكم. الفاء تفيد السرعة في التدريج في الترتيب وفي التتابع، وبالتالي لابد ان احنا نعرف انه لا، انت مش حر انك انت وقت ما يجيلك مزاجك يبقى اوكي، وقت ما يجيلكش مزاجك يبقى هي لابد تتقبل الكلام ده. وفي الحقيقة ده بيحضرني برضو، كانت مرة قصة كده او يعني سؤال جالي على الايميل وحتى رديت عليه في مقال وحطيته في احد كتبي، انه كان في واحد بيقول انا لما جيت اتجوز ابويا وصاني ان انا ما عودش مراتي على معدل عالي، وبالتالي انا كده اخليها تقبل المعدل المنخفض، ولما اجي اعلي المعدل لاي سبب ساعتها هتفرح، بدل ما لما اخدها على معدل عالي فلما يهبط لاي سبب هتتضايق. هي منطق غريب جدا جدا. اول حاجه معلش مع كل احترامي لكل الاباء وهم فوق راسنا كلنا، هو ماله هو يتدخل ليه؟ ده خلاص بقى زوج وزوجه وربنا حط علاقتهم جوه صندوق مقفول عليهم هم بس، هو ازاي يتدخل في زي كده؟ هو ربما ان هو لو حب يعني ينصحه يقول له خد بالك من مراتك، ما تبقاش قاسي عليها، فظ معاها، استوصي بيها خيرا، سيبها تحقق شبقها كمان هي منك، متعها في العلاقه معاك، لكن ما يقولوش انت ائتيها قد ايه وكل قد ايه وكده. وتكمله القصه بقى حاجه الطف وتضحك اكتر، يعني بيقول انه لما بقيت اشتهي زوجتي جدا بقيت اقول لا ده ابويا قال لي كل 10 ايام، ده ما فاتش غير 4 ايام. يعني مش فاهمه ايه الجبروت ده، يعني ليه اصلا الاب يعمل كده وازاي الابن ياخد عنه المساله دي بغض النظر ان له طرف اخر هيتاذى وهو كمان بيتاذى، لكن ماشي هو ابوه واقتنع بكلامه، طب هي ذنبها ايه؟ فدي طبعا حاجه غريبه جدا. عارفين النتيجه كانت ايه؟ ان هو جاله احتقان في البروستاتا ودوالي في الخصيه. طيب الحاجة التانية انه دلوقتي ايه، يعني في بعض الناس معتقدين تماما انه مش شرط المرأة تصل للأورجازم او لقمة الشهوة او الى ذروة اللذة في اللقاء الجنسي. الحكاية دي يعني بيسموها بارشلي صح، يعني جزئيا صح، بمعنى ان هي مش لازم توصل كل مرة للأورجازم. يعني المرأة عندها القدرة حتى في المنحنيات العلمية بتاعت الاستمتاع، عندها 3 احتمالات للاستمتاع. استمتاع خارجي يعني بالمداعبة الخارجية في أثناء فترة المداعبة اللي هي تسبق الجماع، واستمتاع داخلي أو شبق داخلي ده بالإدخال والاحتكاك، وأيضا نوع ثالث اللي هو استمتاع بلا إنزال، يعني ممكن تبقى متجاوبة جدا مع زوجها وتبقى مش متضايقة خالص وتبقى مستمتعة لكن لا تصل لحد الشبق. وده بيحصل لما يكون الزوج متعجل الشهوة، يعني مثلا الصبح قبل ممكن فيها في او في الفراش، يعني حقه زوجته بس مستعجل، وقد يكون مثلا راى حلم جنسي فبيبقى عايز زوجته علشان يفرغ فيها شهوته. فطبعا هي ما بتاخدش وقتها لانها بتحتاج الوقت طويل شويه في انها تصل لشهوتها، لكن ده مقبول وكل حاجه، لكن ما يبقاش كل مره. في حكايه الوهم اللي هو بيقول انه مش شرط ان هي توصل للشبق، دي ده مشكلته انها بيعرضها لمسائل بقى عضويه، يعني هي بتشكو من حاجه بنسميها مع تكرار المساله ومع تكرار ان هي مش بتصل للشبق، بيجي لها حاجه اسمها احتقان في الحوض. احتقان في الحوض ده بيسبب لها الام جسمانيه، من ضمنها ايه؟ الام مستمره في الظهر، الام مستمره في البطن من تحت، ثقل في المنطقه المهبليه، وايضا دايما بيبقى هي عرضه للالتهابات المتكرره النسائيه المتكرره، وفوق كل ده بيبقى عندها الم اثناء الجماع. يعني وبالتالي دخلنا بقى في حلقه مفرغه سلبيه للغايه،
ان هي الالم ده بيمنعها ان هي تستجيب لدعوه جوزها للجماع، او دعوه الزوج يعني للجماع، وبالتالي هو بيبقى متضايق فبيسقط عليها وبيتضايق منها، او بيصر على اخذ حقه بالعافيه وبالتالي هي لا تستمتع، فايضا نكرر ماساه الوصل للشبق فيزيد المساله احتقان الحوض وهلم جره، وندخل في حلقه مفرغه وكلها بتبقى على حساب الزوجه، وبتبتدي بقى تعاني جدا جدا من عدم انتظام في الدوره الشهريه، ومنها بتيجي بنزيف شديد، ومن انها بتشعر على طول بغثيان وعدم راحه في البطن، وبتشعر بشكل عام بانها الحاله المزاجيه بتاعتها وحشه، وحاجات كثيره جدا، وكل الحكايه في الاصل انها لا تصل الى كمال شهوتها زيه بالظبط. في برضو من ضمن الاوهام اللي بتحيط بهذه العلاقه، انه بيقولوا انه من انجح العلاقات انه الزوجين يصلوا للنشوه الجنسيه سويا. المساله دي شبه قانون يعلمه الزوجين. انا عايزه اقول لكم يمكن هنفرقع مفاجاه دلوقتي، انه ده مش شرط خالص، بالعكس يمكن ده هو الاستثناء. القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول الزوجه تصل اولا الى شهوتها مره واثنين وثلاثه وزي ما احنا عايزين، لان هي قادره على الشعور بالشبق اكثر من مره خارجيا اثناء المداعبه، وكل ده بيضيف الى الزوج، وكل ده بيبقى يعني استفزاز ايجابي لاستمتاع الزوج والاحاسيس الجنسيه. وبعدين بيحصل العلاقه الجنسيه بتصيبها هي برضو بشبق اخر من نوع اخر حشوي شويه، وبالتالي بعد كده بقى هو يعني خلاص يبقى بيعمل الجماع، وهو بعد كده هيبتدي هو اللي يصل الشبق بتاعه اللي هو مرحلة القذف أو الإنزال. برضو من ضمن الأوهام اللي بنسمعها هي أنه المرأة أو الزوجة لا تصل إلى ذروة اللذة إلا مرة واحدة، واللي شرحناها أن هي قابلة للوصول للذروة أكثر من مرة. يا جماعة بالمختصر كده، أنه الزوج بيبقى أكثر علم بالأمور الجنسية عن الزوجة قطعا، لكن أنهي أمور؟ هل الأمور الجنسية الصحيحة ولا الشائعة؟ السؤال الثاني، الزوج بيجيب معلوماته منين؟ بيجيب معلوماته من مصادر معظمها غير موثوقه، يا اما من اصدقاء يا اما من حكاوي يا اما من كده، وانا عايز اقول معظمها كاذب وغير صحيح. ثالث حاجه، انه الزوج والزوجه على فكره، وده من ضمن الجهل الجنسي، بينهم دايما خلاف ازلي، هو بيتهمها بالبرود وهي بتتهمه بان هو مش بيراعي شعورها، ده حاجه يعني شبه ثابته في كل الازواج والزوجات. فببساطه شديده جدا بنقول ان ده لسبب واحد بس، انه الزوج بيعتقد في الزوجه ان دورتها الجنسيه زي دورته الجنسيه بالظبط، بيعتقد في الزوجه ان رغبتها الجنسيه جياشه وعاليه جدا زي رغبته الجنسيه بالظبط، والحقيقه غير كده خالص. بيعتقد في الزوجه ان رغبتها وظيفيه وبتلح عليها الشهوه بشكل يعني ثقيل جدا زيه بالظبط، وده مش حقيقي. وبالتالي هي بقى بتتهمه دايما انك انت مش معقول عايز جنس حتى لو احنا متخانقين، فهي هي المفروض ان هي بتسقط عليه ان هو مش زيها، لان هي حساسه جدا، والموضوع بالنسبه لها مشاعر في مشاعر في مشاعر، والوظيفه لا تشكل منه الا وظيفه قد كده. لكن وبتسقط كمان على الزوج ان هو ما بينتظرش، وان هو بيخلص بسرعه مش بيديها فرصتها ان هي تصل الى الشبق بتاعها. وبتسقط ايضا على الزوج انه المسألة بتبقى عنده أو هي عنده مجرد أداة لتفريغ شهوته، وهو بصرف نظر عن أي شيء، وبالتالي هو ما بيبقاش لطيف معاها غير في وقت القيام بالعلاقة بس، وما تعرفش أنه تباين الخلقة ما بين الرجل والمرأة هو سبب في ده إلى حد كبير، وهو كمان ما يعرفش أن هي مخلوق مشاعري في المقام الأول. ولو عرفنا الثقافة الجنسية على حق ربنا هتختفي الحزازيات دي وتبادل الاتهامات بين الزوج والزوجة شوية بشوية، وهيعرفوا ازاي يصل لمنتصف الطريق، وهنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الفروق دي بينهم ما كانش ابدا بغرض التباين ولكن بغرض التكامل. تابعونا في برنامجنا بدون رتوش، وهنفتح كل الابواب المغلقة على الموضوعات اللي محدش بيناقشها، وان شاء الله هنستفيد، وربنا يا رب ينفعنا جميعا وينفع بينا وينفع بعلم العلماء، علشان كل ده في مصلحتكم انتوا وفي مصلحة زيجاتكم وفي سبيل رأب صدع البيوت اللي هي ممكن تنهار بسبب الخلل في العلاقة الجنسية. اشوفكم ان شاء الله على خير.